بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن مجموعة فيتامين بي. طبعا تتواجد هذه الفيتامينات في قشر الحبوب والخضار والفواكه، وتقوم أمعاء الإنسان بإنتاج قسم من هذه الفيتامينات. طبعا مجموعة فيتامينات بي، مجموعة فيتامينات بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 5 و6، يعني مجموعة أنواع تتوزع أهميتها على حسب النوع. طبعا نقص هذه الفيتامينات تؤدي إلى عدة أمراض، أحدها ضعف في فروة الشعر، وتصبح اللثة أيضا لماعة، وغالبا يحصل تغير في لون الشفة، تميل إلى اللون الوردي، وأيضا يحصل لها نوع من أنواع الجفاف، الشفايف، وأيضا يحصل ضعف في قوة اللسان. أيضا أي إنسان عنده ضعف في قوة اللسان لازم ينتبه إلى فيتامين بي، يمكن يكون أحد الأسباب، ويجب على المريض الاهتمام بهذا الفيتامين ومراجعة الطبيب وفحص الجسم ومعرفة نوع الفيتامينات التي تكون ناقصة في الدم والجسم. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.